أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية الالتزام بالاتفاقات الدولية التي تساعد في المحافظة على البيئة البحرية ومواردها الطبيعية. جاء ذلك خلال حضور سموه افتتاح أعمال ملتقى الفجيرة الدولي 12 الافتراضي للتزود بالوقود فوجكون 2021 أو 2021 الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وبمشاركة أكثر من 400 مشارك من المختصين والمهتمين بمجال التزود بالوقود يمثلون 36 دولة على مستوى العالم. وقال سمو ولي عهد الفجيرة إن أهمية انعقاد الملتقى لهذه الدورة تأتي في ظل التحديات التي أحدثتها جائحة كوفيد 19 على الصناعات البحرية وصناعات الوقود وأثرها على أسواق النفط الخام، حيث سيوفر الملتقى منصة افتراضية مثالية للمشاركين لتبادل وجهات نظرهم وتحليلاتهم ومناقشة الحلول المستقبلية بعد انتهاء هذا الوباء العالمي.